مساء الخير للجميع. أنا ما حبيت أمرق عليكم خلال النهار لأنه بالفعل كنتوا كتير مشغولين وكلنا كنا كتير مشغولين. إذا بدي أقول يعطيكم العافية بتكون كتير قليلة، إن كان على الموجودين هون ولا عناصر وصبايا ونساء المكانات بكل المناطق. الشغل اليوم كان ممتاز. إذا بدكم يعني عطى فكرة صغيرة عن الجمهورية القوية يلي بنطمح لها. وقت واحد بيطرح شعار بده يبلش يطبقه هو ويترجمه ببيته تيكون عم بيعني هالشعار. اليوم بطريقة شغلكم وشغل كل رفاقكم ورفيقاتكم يلي كنت بتمنى أقدر أكون قاعد أنا وياهم مثل ما قاعد أنا وياكم، شغلكم كله سوا ببين على إنه نحن كتير جديين بالجمهورية القوية. هلا اليوم الانتخابي كان طويل بس منه طويل ابدا على لبنان، بمعنى انه نتائجه رح تعيش معنا لمدى 4 سنين. انا متفائل بما يتعلق بنتائج الانتخابات بس ما بدي استبق اي نتائج باي مناطق. اللي بدي اقوله انه نتائج هالانتخابات رح تحدد المسار على 4 سنين. اذا الله راد ممكن تعطينا قوه ودفع تنقدر نصحح بالمسار أكثر بكثير مما قدرنا بالسنة أو السنتين أو الثلاثة أو العشرة الماضيين. واضح جدا على أنه هيدي مباشرة بدي روح على شوية استنتاجات. واضح جدا على أنه كثير من الأرضية الشعبية بلبنان 14 أدارية. هذا شيء تجلى ببعض المناطق بعدم حماس الانتخابات وبمناطق أخرى بعدم التجاوب لرفع نسبة الاقتراع. كان عندنا بعض المعارك حساسة جدا. أنا ما بحب كلمة معركة بس بقصد معركة انتخابية بالأخص بعلبك الهرمي المنطقة الدير الأحمر وجوارها. نسبة الاقتراع بلغت 66%، نسبة غير مسبوقة إطلاقا. أنا هون بس كلمتين صغار لبعض اللي كانوا يمثلوا هالمنطقة وزعلوا، بس كيف قلت إنه كان ينفرض نواب على المنطقة فرد او كان يجيبوا لنا نواب مستوردين، زعلوا وجربت اخذ بخاطرهم قد ما فيه وما قدرت رضيتهم، بس بتمنى عليهم يشوفوا شو كانت تكون نسب الاقتراع بكل قرى منطقه الدير الاحمر وشو هي نسب الاقتراع بالوقت الحاضر تيتبين الفرق مش الكبير الهائل بين كيف كانت الناس تتجاوب مع عمليات الاقتراع يلي ما كانت تاخذ بعين الاعتبار وقعهم وارادتهم وبين كيف تجاوبت هالمره. انا ما راح زيد عن يلي قلته. بدي وجه تحية خاصة لشباب زحلة. أنا كنت بتمنى ما نضطر نقوم بيلي قمنا فيه بزحلة. بدي وضحها بشكل كتير كبير. في ميل انتخابي وعلى كل حال صارت الوثائق موجودة، ما بقى عم نحكي عن شيء نظري. في ميل انتخابي كان على عينك يا تاجر عم بينصرف. أوكي. المسؤولين بالمكنة الانتخابية بزحلة بلغوا المسؤولين الإداريين والأمنيين أكثر من مرة، نخيه هونيك في حدا عم بيدفع مصاري، في حدا عم بيحتجز تذاكر هوية، حدا يقول لي إنه مقبول بأي مكنة من المكنات الانتخابية يكون في تذاكر هوية عم تتجمع، إنه في شيء سبب تذكرة الهوية أو الباسبور تضل مع المواطن هو يروح يقترع فيها، مش تتجمع بمكنة من المكنات الانتخابية. هلا من بعد صراحة عدة محاولات وما زبطت، اضطروا شباب القوات ومن جديد انا بدي هنيهم، اضطروا يروحوا هني مباشره لهونيك، هونيك للاسف اشتبكوا هني والجماعه اللي كانوا عم بيقوموا بعمليه شراء الاصوات وتدخلت ساعتها القوى الامنيه، بعض شبابنا بالحبس منا مشكله، يعني الحبس للرجال ونحن منا جديد علينا. بس انا بعتبر انه هالشباب وبعض الأوقات هالصبايا بزحلة قاموا باللي لازم يقوموا فيه من بعد ما إنه ما لقوا تجاوب من السلطات يلي كان مفترض هي تتحرك تتوقف الميل الانتخابي يلي كان عم بينصرف. بدي هني الجميع، بدي بالأخص وجه تهنئة خاصة لشبابنا بمرج عيون حصبايا، لأنه هود الجندي المجهول يلي ما كتار ذكرون خلال النهار، هودي هونيكي بدي استعمل تعبير ناعم، عم بيشتغلوا بمكان كتير صعب مع انه بكل صراحه ما واجهوا صعوبات باستثناء الصعوبه اللي واجهها الصديق المرشح معالي الامين مره من المرات، بس عدا عن هيك باستثناء الضغط النفسي
ما واجهوا اي صعوبه، بس برضه بوجه لهم تحيه كثير كبيره وبقول لهم هالانتخابات هي بدايه مش نهايه، شو ما كانت النتيجه رح تكون هيدي بدايه مشان ايام يقدروا يشاركوا بانماء المنطقه وبشغلها مثل ما لازم يشتغلوا. بدي هني انا كل اللبنانيين، بدي هني القيمين على العمليه الانتخابيه، مع انه يعني كان في بعض الثغرات بس مفهومه بعمليه بهالحجم اللي صار. بتمنى نسجل الثغرات ونحن عندنا سجل كامل فيها، رح نوديه بوثيقه رسميه على وزاره الداخليه تنتجنب هالثغرات بمره ثانيه. وكل انتخابات وانتم بمئة ألف خير.